تواصل اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بعقود الكهرباء عملها ميدانيا في مقر الوزارة قبل الخروج بتقريرها النهائي. اللجنة كلفت أيضا بتدقيق موازنات الوزارة السنوية وقانونية أبواب صرفها. اللجنة التي شكلها رئيس البرلمان وترأسها نائبه الأول للتحقيق بشأن عقود الكهرباء تواصل أعمالها من داخل مبنى وزارة الكهرباء للاطلاع ميدانيا على جميع العقود المبرمة والمتوقفة منذ 17 عاما. الأرقام التي صرفت من 2005 لحد 2019 أرقام مهولة، أكثر من 64 مليار دولار أمريكي صرفت على وزارة الكهرباء في هذه الفترة. اللجنة تؤكد عزمها كشف أسباب تردي الكهرباء التي لم تحل منذ 17 عاما من خلال متابعة جميع الملفات منذ 2003 وحتى الآن، وتشخيص الخلل في عقود الطاقة وإحالة المتورطين بالفساد إلى الجهات المعنية. أكيد لجنتنا مصرة إصرار كبير جدا على أنه نضع الأمور بنصابها ونحاول أن نصحح هذا الإعوجاج، وبالتالي هناك تأكيد من قبل الجهة الرقابية كمجلس النواب كلجنة تحقيقية وكذلك الجهات التنفيذية. هذه اللجنة راح تختلف عن سابقاتها، راح تكون اللجنة هاي بها توصيات وبيها يعني أدق التفاصيل، وأعتقد الوقت يعتمد على أعداد العقود والتدقيق بها. وبحسب أعضاء في اللجنة التحقيقية فإن العمل يجري للتدقيق في موازنات جميع الصرفيات التي أنفقت على الكهرباء والتحقيق في هدر المال وعدم تحسن الخدمة، فضلا عن وجود مشاريع وهمية وأخرى لم تحقق أهدافها. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد.